أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لما بين المصنف رحمه الله حقيقة دين الإسلام ومراتبه وأركانه قال: والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام، قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ثم سرد المصنف أركان الإسلام مقرونة بأدلتها، والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي صلاة اليوم والليلة، وهي الصلوات الخمس. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المعينة في الأموال. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المعينة في الأموال. والصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صيام رمضان في كل سنة. والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة في العمر، هو حج بيت الله الحرام مرة في العمر. فما زاد عن هذه الأقدار مما يرجع إلى شيء من أركان الإسلام فإنه لا يكون من جملة الركن وإن كان واجبا. ومن مثل ذلك زكاة الفطر، فإن زكاة
الفطر مما يرجع إلى أصل الزكاة، لكنها لا تدخل في الزكاة التي هي ركن الإسلام، لاختصاص الزكاة التي هي ركن الإسلام بالزكاة المعينة في الأموال. فما قيل بوجوبه مما يرجع في أصله إلى شيء من هذه الأركان لا يلزم أن يكون من جملة الركن، كصيام النذر أو حج النذر، فإنهما واجبان لأجل النذر لكنهما ليسا من جملة ذلك الركن. فلو قدر أن أحدا حج بيت الله الحرام ثم عن له أن ينذر لله حجا في عام قابل ثم ترك هذا الحج، فإنه ترك نذرا واجبا لكنه لم يترك الحج الذي هو ركن الإسلام، فإنه أسقطه عنه بما تقدم من فعله في حجه السابق إلى بيت الله الحرام. وذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى الركنين الأولين دون بقية الأركان لشدة الحاجة إليهما. وقول لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده، ويبين نفيها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، ويبين إثباتها قوله تعالى في الآية إلا الذي فطرني. فالآية المذكورة مبينة للنفي والإثبات الكائن في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن نفيها يراد به نفي جميع ما يعبد من دون الله، وأن إثباتها يراد به إثبات العبادة لله وحده. وقول المصنف في معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع يعود فيه الضمير المستتر في الفعل شرع إلى الاسم الأحسن الله، فتقدير الكلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله، ولا يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ليس له حق الشرع، فالشرع حق خاص بالله لا يكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، فلا يقال قال الشارع على إرادة غير الله ولو كان الرسول صلى الله عليه ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثله الزجر عن التعبير بقولهم المجلس التشريعي أو المشرع، فإن هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وكان من خبر شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه أريد إحداث مجلس تشريعي في هيئة حكومية في هذه البلاد باسم المجلس التشريعي، فكتب رحمه الله إلى ولي الأمر بأن ذلك لا يجوز وأنه لا ينبغي أن تسمى المجالس بهذا الاسم، فلم يسمى ذلك المجلس بهذا الاسم ولله الحمد. ويعلم أن الشرع حق خاص لله عز وجل لا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين عظيمين، أحدهما أنه لم يقع في خطاب الشرع إضافة الشرع إلى غير الله، أحدهما أنه لم يقع في خطاب الشرع إضافة الشرع إلى غير الله، فلم يأتي مضافا في القرآن والسنة إلا إلى الله، واضطراد ذلك يدل على اختصاصه به سبحانه وتعالى. والآخر أنه لم يوجد في كلام أحد من الصحابة أنه قال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينهما فرق.
فإن التشريع وضع ما يتقرب به إلى الله، فإن التشريع وضع ما يتقرب به إلى الله، وأما الفرض والسن فهو بيان لشرع الله بتبليغه، وأما الفرض والسن فهو بيان لشرع الله بتبليغه. وأشرت إلى هذا بقولي شعرا: الشرع حق الله دون رسوله، بالنص أثبت لا بقول فلان. الشرع حق الله دون رسوله، بالنص أثبت دون قول فلان. أو ما رأيت الله حين أشاده، ما جاء في الآيات ذكر الثاني. أو ما رأيت الله حين أشاده، ما جاء في الآيات ذكر الثاني. وجميع صحب محمد لم يخبروا، شرع الرسول وشاهدي برهان. وجميع صحب محمد لم يخبروا، شرع الرسول وشاهدي برهان. وفي الرسالة التي ذكرتها لكم آنفا لشيخنا ابن باز إطلاق بأن الشارع لا يجوز إطلاقه على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يذكر فعلا إلا لله عز وجل، فما وقع في كلامه هو وغيره وهل عن هذا التحقيق الذي ذكره في كلامه المشار إليه، وهو الموافق لأدلة القرآن والسنة.